ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا دكتورة أخصائي سالي حسن مصطفى، أخصائي جلدية وتجميل والليزر. أهلا بيك أهلا يا بيك يا دكتورة أهلا. سالي. أهلا أهلا بيك بيك. سالي، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أنت دكتورة في المركز بتاع دكتورة أجوائي. نجلاء وأستاذة فاطمة. صح تمام. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كلمينا بقى النهاردة، عايزين نسألك على حاجات كده كتير أنا معاك. تستجيبي كده معانا للحاجات دي كلها. معلش نعم. هنتقل عليكي شويه. ولا يهمك. ماشي. انا عايزه اسال على اسباب تساقط الشعر. طيب، اسباب تساقط الشعر هي ليها اسباب كتير جدا. عندي عوامل وراثيه، عندي اسباب من اشهرها الاسترس، التوتر، وسوء التغذيه وسوء بتهيألي. التغذيه طبعا، ادويه البيشنت ممكن يكون بياخدها اصلا، زي ادويه الضغط، ادويه الكيموثيرابي، السرطان، مضادات الاكتئاب، دي من الحاجات اللي بتسبب او بتحفز تساقط الشعر. تكيسات المبايض، ودي بعرفها ان انا لما بقعد اتكلم مع البيشنت وبيكون عليها اعراض تانيه ظاهره غير التساقط بس، فبيبدا اتجاهي يتجه ان هي غالبا عندها تكيسات في المبايض. بطلب منها طبعا سونار او تحاليل معينه ان انا بعرف بيها. ممكن يكون فطريات الراس، ودي اكتر بتتجه في الاطفال، يعني لما بلاقي حد سنه صغير وعنده تساقط شعر ممكن اكتر، وبيبقى معاها الفطريات دي هي القشره؟ بيبقى ليها كذا شكل، من ضمنها بتبقى قشره معينه في منطقه او منطقتين في الشعر، وبيبقى المريض بتاعي بيبقى اكتر سنه صغير، لان هي نادر لما بتيجي في حد كبير. ممكن يكون في حاجه اسمها تعلبه. تعلبه ده بص، هي ليها اسباب كتير ملهاش سبب محدد، بس هي في بقعه معينه في الشعر بتفضى فجاه في فروه الراس. بلاقي ان البيشنت جاي، انا صحيت لقيت عندي حته فضيت في شعري. دي نتيجه عن ايه بقى يا دكتوره؟ ليها يا اما مشاكل صحيه، ان انا بطلب منه يراجع طبيب الرمد، او بيبقى لها سبب ستريس. الرمد اللي هو الرمد العين، العيون. يعني ممكن يكون عنده التعلبه دي مشكله. بتيجي من ممكن يكون عنده مشكله في ايه بقى النظر. تاثيرها العين بال بيكون ده ستريس صحي فبيؤدي لتصوير. ده هرمون مثلا ممكن يبقى لا لا له علاقه؟ لا، ملهاش علاقه بالهرمون. ممكن يكون كمان عنده مشكله في اسنانه، دي برضو ممكن تسبب انه يحصل له الثعلبه. ممكن يكون لو طفل صغير عنده ستريس، انا ببدا ارجع بقى للام اشوفها لو في مشاكل في البيت او في مشاكل في المدرسه. بلاقي ان الطفل فجاه بيفضى عنده الشعر. الجلد بيتغير لونه ولا زي؟ لا لا لا، ما بيتغيرش. هو بس فراغ شعر، بيفضى فجاه، بيفضى كانها حته صلع في الشعر. يعني لو حد جالك في المركز يا دكتوره سالي، احكي لنا كده، لو حد جالك يعني اي حاله جات لك في المركز، انت بتعالجيها وبتشتكي من من تساقط الشعر. انا اول حاجه بقعد اخد هيستوري كبير من ايه الخطوات بقى اللي انت بتبص ليها اول حاجه؟ اول حاجه التساقط بتاعه الشعر، بقعد اتكلم مع المريض بتاعي، لازم اخد منه تاريخ مرضي الاول. لازم اعرف الطرق، هو اصلا بيتعامل مع شعره ازاي. يعني ممكن تكون المشكله كلها في ان هو بتتعامل مع شعرها بطريقه غلط، فبقعد اتكلم معاها الاول. فمعلش ممكن تفسر لي ده دكتور؟ يعني ايه تعامل مع شعرها؟ يعني تسريحه مثلا، من بدايه هي ربط شعرها مثلا ازاي؟ يعني من اول من بدايه ما بتدخل عندي العياده واشوفها ربطه شعرها ازاي. في ناس بتفضل ربطه شعرها كحكه جامده جدا، بعنف شديد جدا. هي بتبدا الطريقه دي، غير ان هي بتقطم الشعر، بتقصفه، بتفضيه كمان من قدام. بتعمل نوع من التساقط بان هي بتشده فبيبدا يفضي من الجناب. الطريقه اللي هي بتسرح بيها شعرها، اغلب الناس نوع الشامبو، نوع الشامبوهات كمان، اغلب الناس بيصرحوا في الشاور والشعر مبلول، طريقه غلط جدا. ده بيبقى الشعر في اضعف اوقاته او بيتسرح. يعني لازم يعني في العام لازم الشعر يكون مجفف، يعني مندي. انا بطلب منها لازم ترطبه الاول طبعا ببلسم او حمام كريم، وبقول لها كمان طريقته تتحط ازاي، والطريقه اللي هي تبدا تسرحه من تحت لفوق، ولازم يكون مندي الاول وتحط عليه سيرم او كريم ترطبه. وتستخدم مشط مناسب ويكون واسع ويكون خشب. خشب لازم يكون خشب ويكون عشان ينشط الدوره الدمويه في الشعر. لا، عشان ما يبقاش ضيق ويبدا يقطم لي الشعر، او تلاقي الشعر مع الانشاط البلاستيك بتبقى مكهربه. حتى لو واسع، حتى لو واسع بيعمل. طب وانواع الشامبو بقى يعني كل فتره حقيقتها تتغير؟ يعني اللي بيستمر على شامبو ما بيغيرهوش،
بيرتاحها ليه ما بيغيرهوش خالص؟ بصي دلوقتي برضو انا بختار الشامبو على حسب، ده بيأثر على الشعر؟ طبعا بختار الشامبو على حسب المشكلة اللي في شعرها، لو هي عندها قشرة غير لو شعرها جاف غير لو شعرها دهني. على المجمل العام ان انا بختار للمريض بتاعي شامبو يكون خالي من السلفيت وخالي من السيليكون، دي اهم الحاجات. او بدون مسميات يعني شامبوهات طبي يعني في الاغلب بيبقى معظم الشامبوهات زي الشامبوهات بتاعت الاطفال اللي احنا بنستعملها لهم طبي برضو، الشامبوهات الاطفال العادية فيها سلفيت. والله انا بيجيني ناس كتير بتبقى هي فاكره. طب هو انا مش عايز اذكر اسمه بس في اسم عام معروف، هل ده فيه في سلفيت؟ فانا بخلي المريض يستخدم حاجات طبيه باينين مكتوب عليها ان هي خاليه من السلفيت، خاليه من السيليكون، خاليه من الباربيتات. وده بيأثر على الراس، بيجفف الشعرايه جدا لدرجه ان هي تبدا تتقطم. والسيليكون بيعمل طبقه عازله على الشعرايه وده غلط. ببدا بعد كده اوجه ان هي لازم تستخدم ترطيب كويس بعد الشاور، وده بيبقى عن طريق ان هي بتستخدم بلسم او حمام كريم. والطريقه الصح بتحطه ازاي؟ لان في ناس بتدعك البلسم في فروه الراس، لا غلط. او بيجي ناس تقول لي انا بغسل بالبلسم وما بغسلهوش بالشامبو، ده برده غلط. ده بيعمل طبقه عزله، ده غلط برده. لو ما بيغسلش خالص ده غلط، او بيفرط في غسيل شعره ده برده غلط خالص. لا غسيل بميه بس يعني، ما هو ده مش صح. انا دلوقتي بيتكون دهنيات او زيوت، الزيوت حتى اللي شعري بيفرزها، فبتعمل طبقه عازله على فرد بتسبب قشره، بتسبب قشره وبتمنع، بتخلي الاتربه تلزق على شعري وبتمنع دخول التغذيه او التهويه السليمه لشعري. ده هيحفز التساقط. الافراط في غسيل الشعر هيجففه زياده عن اللزوم، هيبدا يتقطم ويتقطع. طب ممكن لو موجود صابونه يعني ممكن يعني يستخدمها من غير شامبو؟ صابونه ايه؟ ايه الصابونه؟ الصابونه العادي اللي بنستخدمها، قصده صابونه صحيه يعني. لا صحيه يعني ايه؟ الصابون اللي هو بزيت الزيتون. برضو انا ما بحبش يعني، ما بوجهش المرضى بتوعي ان هم يستخدموه، اكتر بتجه للشامبوهات الطبيه المخصوصه. ولو عنده تساقط بخليه يستخدم حاجات كمان فيها كافيين، الشامبوهات اللي فيها كافيين بتحفز نمو الشعر. والله طبعا. طب وتسريح يعني ممكن توصف لنا التسريح المناسب ايه؟ حضرتك قلت مش عارف من تحت لفوق. انا اول حاجه ان هو لازم لما يجفف شعره يجففه بحاجه قطن، ما يجففوش بفوطه وحاجه تهيش شعره. بعد كده بيبدا يرطبه بسيرم او بكريم، برضه بيدهنه على خصل الشعر، ما بيحطوش ابدا في فروه راسه. ويبدا بعد كده يقسم شعره اجزاء، وبمشط واسع يبدا يسرح من تحت لفوق، مش من فوق لتحت، ويبدا يقطعه من تحت، يسلك جزء ويقطع. طيب في حد بقى جالك المركز بيشتكي من اللي هو عمل بروتين كيراتين الحاجات دي اثرت بقى، بتاثر فعلا على الشعر الحاجات ديت؟ طرق الفرد كلها، سواء فرد حراري او فرد كيميائي. طب هو يعرف يعني لو واحده عايزه تروح تعمل بروتين كيراتين كده تعرف ازاي مش هياثر على شعرها؟ بصي البروتين او الكرياتين او ايا كانت مسمياته، اي مواد فرد للشعر، الحاجات دي بتاثر على الشعر. بتبدا تكسر الشعر، وبتغير في طبيعه البصيله، وبتغير في طبيعه فروه الراس، وبيجوا بتساقط رهيب، وبيحتاجوا ترميم لفترات طويله. يعني اللي عايز يعمل حاجه زي كده انت بتوجهيه اللي هو يتجه للدكتور امراض جلديه؟ بصي انا دايما بقول لهم انه مفيش حاجه في الطب بتغير من نوعيه الشعر، ان انا لو شعري مجعد مفيش حاجه في الطب تفردهولي، لكن انا ممكن احسن لك ترطيبه، اخليه بدل ناشف وهايش يبقى شعر متساوي بيلمع، طبيعته افضل، لكن ان انا اغير لك جيناتك ده مش حاجه في الطب. في فيتامينات او اي حاجه بتتاخد عشان الشعر برضو يبقى بنضارته ما بيقعش؟ طبعا انا الاول ببدا اطلب تحاليل. بتنصحيهم يعني بحاجه زي كده؟ لازم اخد تحاليل الاول. طب ما تدي لهم يا دكتوره كده اي وصفه يعني تفيديهم بيها. بصي يعني حاجات في البيت يعني انا الاول بشوف ايه المشكله النقص اللي عندها، ايه انواع الفيتامينات اللي ناقصه عندها. ببدا اوجهها ان هي تاكل اكل سليم، مش لازم اول خطوه في العياده، بس ببدا اوجهها ان هي ايه انواع الاكل. لو عندها حديد ببدا اقول لها مثلا حاجات زي الكبده، زي اللحمه الحمراء الطازه، زي الرمان، زي البنجر. البنجر بقى تاكله باي طريقه، تعصره تاكله في سلطه، تاكله مسلوق. نسب الحديد فيه كويسه جدا، وامتصاص الحديد منه كمان كويس جدا. سبانخ، السبانخ امتصاص الحديد فيها سيء، هي فيها كميات حديد كبيره ولكن الجسم سيئه جدا على الجسم، عشان كده ما بقول ما بجيبش سيرتها للمرضى. انا اسمعها من زمان دي، هي فيها حديد كتير، هي فيها حديد بس الجسم مش بيمتصها. الجسم مش بيمتصها حتى مريض الكلى او اللي عنده حصوات
ممنوع من اكل السبانخ. صح كده. بس انا ما بحبهاش، بس انا بسال سؤال يعني. لا مش هي. ممكن العسل الاسود كمان غني جدا. غني جدا. فممكن عن طريق الاكل يبدا يحسن لو هو نسب بسيطه اللي ناقصه، ودي بعرفها من خلال صوره الدم، او بطلب مخزون الحديد كمان. ممكن تتصلح بالاكل بس. في نسب بقى نقص عالي جدا، لا لازم تتصلح كمان بمكملات غذائيه. ممكن اخليهم يعملوا حمامات زيت في البيت زي زيت الجرجير. ده من الحاجات اللي بتحفز نمو الشعر جدا. حمام البخار. بصي ده مع حمام الزيت، يعني حمام الزيت وبخليها تلبس عليه الشاور كاب وتعمل تمارين او تبدا تتحرك، فيبدا يسخن الشعر. من ساعتين لثلاثة مرة واحدة في الأسبوع قبل الشاور. بس كده، مش أكتر من كده. في ناس بتقولي أنا بنام بيه، ده غلط طبعا. طب هل العوامل الوراثية ليها برضو طبعًا أثر؟ طبعا. انه انا اللي بيجي لي الشعر مفرغ من قدام ليها باترن معين او شكل معين، انا ببدا اسالها مين في العيله عندك نفس الشكل ده. فببدا اعرف بقى ممكن الاب او الام، معقول العوامل العم الخال كده. ممكن حد كمان من القرايب، وده بيأثر يعني جامد يعني على الشخص نفسه. طبعا. كل باترن له شكل مختلف، يعني التساقط الوراثي في الست بيبقى غير الراجل. الراجل بيفضى خالص، الست لا ما بتفضاش قوي، بس بيبدا يفرغ. في يعني كده كمان ما بتجيش تشتكي من تساقط، هي بتيجي تقول لي انا فجاه لقيت شعري فرغ. فده بيبقى غير التساقط العام اللي اغلب الناس بتشتكي منه. ممكن يبقى عندها النوعين مع بعض، التساقط العام مع التساقط الوراثي. وده بياخد فتره كبيره في ان احنا ممكن يعني مع المريض ده. طريقه علاجه بتبقى طبعا مختلفه. في حاجات معينه انا بفهم البيشنت بتاعي ان عشان انت عوامل وراثيه عندك فعلاجك هيستمر معاكي فور لايف، لان المشكله غالبا بتبقى هرمونيه، بيبقى فيها هرمون معين هو اللي بيسبب لي التساقط ده. وبرده يا دكتوره برده في حاجه ثانيه برده، التوك او الاستك اللي بيبقى في الشعر اثناء النوم، ده مش مفروض اي حد بيحط حاجه في شعره بالليل وهو نايم؟ دي حقيقه. انا بطلب منهم لا، ما هو ده في انا بقولها لها في الستبس بتاعت العلاج، من ضمن الحاجات اللي هي تعملها ان هم لازم ان الشعر يبقى مش محطوط في اي بنسة او اي توكه اثناء النوم، سيبه متسيبه حتى في البيت. انا بقول لهم الناس اللي هي المحجبه لازم تفكي شعرك في البيت، حتى لو بيهيش لو كده فكيه وسيبيه في البيت. ممكن تحطي سورتات بس او توكه بسيطه. طب احنا او تسيبيه على الواسع، مربوط على الواسع. طب احنا هنسيب بقى الشعر ونتكلم نصيحه كده للبشره، ماسكات كده طبيعيه للبشره. طيب بصي، البشره الاول لازم اعرف انا هتعامل معاها ازاي، او روتين بسيط ينفع لكل الناس. انا لازم اول حاجه استخدم غسول مناسب لبشرتي. لازم اعرف انا بشرتي جافه ولا دهنيه ولا مختلطه. لازم استخدم لها الغسول. الغسول ده انا بستخدمه الصبح بعد، لو انا ما غسول معين على حسب نوع البشره، على حسب بقى دهنيه او جافه او مختلطه او ايه، او مختلطه او مختلطه بيبقى التي زون الجزء ده دهني وبقيه البشره بتبقى جافه. بتبقى شاده من هنا جفة. صح كلامك. فبصي لو اغلبها، خصوصا احنا داخل علينا الشتاء، فالبشره بتبقى اغلبها جافه جدا. بالظبط. فانا بعد ما تغسل وشها بالغسول المفروض تقعد من ربع لثلث ساعه ما بتحطش عليه حاجه خالص، ولا ترطيب ولا اي حاجه، لان المسام بتبقى متفتحه جدا. طب فيتامين سي يا دكتوره؟ تاخده تابلتس، ده بيحفز، ده مضاد للاكسده. طب والفيتامين النقط اللي بيتحط على البشره دوت اللي هو السيرم؟ السيرم. بصي لو قصدك اللي هو فيتامين اي، نسبه الكبسوله اللي بتكسرها اللي بتكسرها دي غلط صح؟ دي غلط. اولا طب والخيار؟ يعني انا بشايفه معلش اصل انا طبعا الفقره دي يعني انا ما الخيار فيها. الخيار بس انا شفت خيار دلوقتي، ممكن عصير الخيار فعلا؟ لا انا شايف خيار يعني يتقطع، او عصير الخيار نفسه لو اتحط حوالين العين، العين بيزيل بيرطب التنفخ. بصي بيقلل الانتفاخات بنسب بسيطه مش اساسي، يعني مش هو الشيء الاساسي، ولكن هو الخيار بيستخدم دايما في الترطيب. طب يا دكتوره وصفه كده يعني اذا بقول بالبلدي كده لستات البيوت حاجه بسيطه، يعني اكتر حاجه انا بنصح بيها اللي ممكن تتعمل في البيت اللي هو السكراب بتاع القهوه. ايوه القهوه. ده امن حاجه وبينفع لكل البشرات. نص معلقه بن على نص معلقه سكر على ربع معلقه عسل ونقطه ليمون، نقطه بجد. ده بالليل قبل ما تنام؟ لا ولا مره في الاسبوع؟ مره كل يوم يعني؟ لا بس تعملها قبل النوم.
يستحسن الليل تتعمل قبل النوم ولا الصبح عادي؟ مش الصبح، ما تكونش هتتعرض للشمس، ده تعملها قصدي يعني مش هتتعرض في نص اليوم، سكراب عادي للبشره، بتخلطهم على بعض وبتبدا تحطه على بشرتها بحركات دائريه خفيفه جدا 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 تدعكه. بس هو اعتقد هي بتساب قد ايه بقى؟ لا ما بيتسابش، ده هي بتحطه وتبدا تدعكه حركات دائريه. طب معلش استاذنك معايا مداخله. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك انا كنت عايزه اكلم الدكتوره. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا كنت عند العياده الكلينيك جويل من يومين، وكنت عايزه اشكرهم شكر جزيل جزيل جزيل، لان كان عندي تصبغات وبصراحه رحت وشي انهار. التصبغات دي مشيت من اول جلسه، حسيتي يعني بفرق؟ فرق جامد قوي. هو المفروض ليه جلسات تانية، بس انا بحب اشكركم انه انتوا فعلا، لان انا لفيت كتير قوي. طب وبجد يعني من اول جلسه الموضوع كده انا تمام؟ لسه كنت بقول لدكتوره فاطمه فعلا من اول جلسه ده، والله والله صادقه. لا احنا بس عشان بس الساده المشاهدين، انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك اني انا كمان من النوع اللي لفيت كتير جدا جدا جدا. تمام. بس من اول مره انا وشي رجع زي البيبي. هو لا بقى في جلسات تانية. طب ما شاء الله. انا على كده. رجع ما شاء الله زي البيبي، وفي زي بقى توكي كده يعني، في نضاره. تمام. ده من اول مره. تمام. بصراحه الاجهزه عندهم والدكاتره عندهم تحفه. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. دي شهاده بقى للمركز وللدكتور. انا بشكرك، ربنا يخليك. شكرا لمداخلتك. دكتوره، طبعا في نهايه الحلقه كده ببقى يعني ايه، دايما بقول الدكتور لازم يقول اي نصيحه للساده المشاهدين. احنا قلنا طبعا بالنسبه للقهوه، وحضرتك قلت نص السكراب ونص معلقه قهوه ونقطه يعني. لاني ليمون كتير هيلهب، ده حاجه حمضيه فهيلهب البشره. طب اللي عنده حبوب في بشرته ينفع يعمل الموضوع ده؟ لا، هي لو حد بشرته كويسه ما فيهاش اي مشاكل خالص وعايز يعمل بس سكراب امن في البيت بس. لكن طبعا اي حد بشرته فيها حبوب لازم يتوجه للعياده ياخد العلاج المناسب ليه، ويتحدد نوع الحبوب ايه. تمام. والعياده مفتوحه، المركز مفتوح ست ايام طول الاسبوع. انا طبعا سعيد بحضرتك وكتر خيرك على المعلومات الجميله دي، وان شاء الله حضرتك تبقي معانا في وقت قريب. نسيل ذوقك. شاكرين يا دكتوره سيلي، ربنا يخليك. اشكرك يا دكتوره. اشكرك.